امبارح حضرت مؤتمر هواوي. هواوي اللي عندها مدة غايب علينا وما ريناش جديد. كان عندي حب اطلاع كبير واللي توقعته احكيو عليه. بداوا بالسوفت وير واعطاونا ابديت نتاع هواوي موبايل سيرفيسز واب جاليري. بدا الجوجل موبايل سيرفيسز وبلاي ستور. خاصة اللي عنا عام على دخول خدمات هذوما لتونس. باش ما نعقدش عليكم اما في نفس الوقت نعطيكم انا اش فهمت. الجزء هذا ركز على المطورين التوانسة واللي يشجعهم على الخدمة في البلاتفورم نتاعهم. وديجا هذا اللي صار. شفت برشا ابس توانسة كيما نتاع البنوك وفزدادوكم وحتى الابس جلوبال كيما نتاع كارفور وغيرها ولاو موجودين على الاب جاليري. الملخص البديل هذايا قاعد يتحسن وموجود بالقدا في تونس. اما يندرى ينجح اللي عنده تليفون هواوي ومستانس ومرتاح مع الخدمات هذوما بالله خلي لي رايو في تعليق. انا من نوفا 7 اي عم ناول ما عطيتكمش ابديت على خدمات جوجل. فعلى قريب باش نحاول نجرب البلاتفورم هذية ويندرى التجربة تحسنت بالقدا وورثت بشو يحتشري تليفون هواوي ولا لا. في الجزء الثاني وقت عينيا ولا ونجوم كيريتهم دخلوا في الهاردوير والإيكو سيستم الحاجات لينا الشيخ عليهم واللي هواوي تلخصها في حاجة بسيطة برشا. واحد مع ثمانية مع ان واحد هي سمارت فون، ثمانية هي التقنيات الأساسية اللي دايرة بسمارت فون كيما المناقل التلفز البي سي والسماعات إلى آخره. والآن ترمز للانفينيتي متاع الحاجات كيما سمارت هوم والفيتنس وجوازك الكل. البلوس يرمزوا بها للهواوي شير، حاجة حكيت عليها في الفيديوهات اللي تلقيهم في نقطة الآي من الفوق. عملنا ديمونستراسيون زيدا للسمارت أوفيس وللتقنيات متاع الصحة والفيتنس. بالنسبة لنا احنا التيك يوتيوبرز يلزمنا نجربوهم. هذاك اللي صار جربنا التقنيات هذوما اللي جايين على قريب كيما اللابتوب دي 14 سلسلة الميت باد فري بادز برو. زيدا فما حاجات ماناش متعودين عليهم في تونس كيما تيرموس ذكي ميزان ذكي والهابز. معروف ان هواوي قوية برشا في امور الريزو. ديجا روتوريتكم اللي في الدار الكل نحلف عليهم رام هواوي. وهذا البي 40 برو الغول متاع التصوير اللي خسارة ما جاناش لتونس اما كان موجود هنا كديمو. انا سألتهم علي جي اما ما نجمش نقولكم توا احتراما خصوصية هواوي. المهم باش نعملوا انترفيو مع واحد من ممثلي هواوي في تونس اللي هو مستر روبن على قريب في حلقة تيك جاي. فخليونا الأسئلة متاعكم في التعليقات. نتقابلوا مرة جاية. باي باي.